بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنه تجر صحابة النبي بالي عند أبو هريرة رضي الله عنه قال أرنغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أرنغوا طعام الاثنين شولا شوان تويدي كافي الثلاثة شوتو شولزان توارار وطعام الثلاثة نشولا شانت وارارو كافي الأربع شوتو شلزا وانت وانا إن طعام الاثنين شولا شانت ويلي كافي الثلاثة أن شو شوتو شلزا وانت وارارو وانت وارارو هشلا وانت وكورا وطعام الثلاثة نشولا شانت وارارو كافي الأربع شوتو شلزا وانت وانا يعني وانت وانا Anu epanga shola shantwara wejantu wanne no shila kura muttafaqun alayh wa fi riwayatin li muslim har riwaya ya muslim an jabir radhiyallahu anhu atsema na jabir radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam kama mtume sallallahu alayhi wasallam qala rangwa tu'amu alwahid shola shamtu moja yakfi alithnain shota shola zantu waili wa tu'amu alithnain shola shantu waili yakfi alarba شوتو شوليزا وانتو وانا وطعام الأربع نشولا شانتو وانا يكفي الثمانية شوتو شوليزا وانتو وانا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رنقوة بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم نركهر ما سفري ومجرم تومي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل هكا وكتوف جمت على راحلة له هرمش برشه فجعل يصرف بصره أجانب أسي فتمت يه يمينا كمين وشمالا نبطن فقال كتو رسول الله صلى الله عليه وسلم كتو متوم صلى الله عليه وسلم رنغوا من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له يعني مركم أنا يم شبونرا شامز دشيا أنا أفيش مركم أنا كسنا شبونرا ومن كان له فضل زاد نمتكم أنا شامبزد شهر ما زود أنا هرما مرشا له فليعد به على من لا زاد له نأفشهم لكم كسنا زود فذكر من أصناف المال بس أذكر كالتزا مالي فافو يعني أروا كلا يعني أرنب أنهم ينكس بمبا مرأليونا كالت فلان كذا يشون تنا فشهم تكسنا مرأليونا كالت كذا يشون تنا فشهم تكسنا حتى رأينا ترونه كأنه لا حق لأحد منا في فضل يعني كسنا تحكي منه سكونسي هرما فضل هل هرما شوش عم زدشيا يعني من هذا كسنا تحكي هرما شوش عم زدشيا يعني أتجوان عشرين عشيلة يعني Tongoi itu apa dok kamu tak afishumnya? Wenau hadis. Oh, sangat leh syarah. Syarat tanda. Wan Sahli bin Saad radhiyallahu anhu, an amra'atin jaat. Hadis yang mana Sahli bin Saad radhiyallahu anhu. أن امرأة وابني كماما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جليم توم صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة أن نكانزو يعني بردة كالتمور نكانزو هلا يعني نقول هلا بام نقول مجات مام تيتي هلا يعني تشوهم تكمل يعني بام تك بشرط موتيس نصر ولا أوش كويا وتن ب يعني نقول مجات هلا مام تيتي هلا يعني بردة يروح بردة أن يصنع، فقالت بنو أرنغوا نسجتها أن تصنع غويني
بيدي هم هنوانغو دي أكسو كها هم بجن هوفين زي يوم تمي صلى الله عليه وسلم فأخذها وكتوم تمي أيرنج فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكتوم تمي أيرنج محتاجا إليها إنها هو تجي أن تمي أيرنج نيانجي يوم نهني كمباني أي أي فين سبا كل يعني مكونجما أجا إبندي أبو سابونا رونغا ماجي فخرج إلينا وكتوم تمي على وجر برا يعني تمارين غويلة يعني أي رنجة ولا دس أسي عندها هي ولا دس عندها يبيندي أس كشا أجا على من زهونو نيكو ماني يعني فخرج إلينا على وجر برا وإنها لا إذا راهو نشودش كويش عندي نهدي غويلة كمان دي يبيندا ولا دس فقال فلان أورغمبا وكتيو فلان كذا رونغو أنا أم يعني أسي رونغو هاي نمنها يعني رواوي يعني فلانين ويرو ميان كا كتا أرونغو منتون كتا أم رونغو إذن الله بس هو فلان كذا رونغو أكسينيها يعني نيفينزا ينغويو ما أحسنها يعني كي أسيدي يعني ينجيما ولا ديس قال أكتمت مالغا نام أيوة يعني متولي أميو يعني متولي أمي متولي صلى الله عليه وسلم أنغويرا ومبا نيفينزا يعني نيمبايو نيبيندو أمي ولا ديس ما أحسنها يعني كي أسيدي ينجيما ولا فقال متولي أرغمبا نام أيوة يعني نتوفايو بيندو فجلس النبي صلى الله عليه وسلم أكتمت كنس في المجلس أنا هرميل تنجو هلي ثم رجع كشاء أرضي دقوناي فطواها عند أي طوى ثم أرسل بها إليه كشاء أنفلش زيه متوفلي يعني متوفي صلى الله عليه وسلم بأي عندها تفع أمي وشون توي كاكو حرام بفعل كاشوش طوى ولا هو ما كاتولي بولي أمي ينقويلي هو متوفي أكنس بالي هرنا ما كاتولي كشاء أنجازي دقوناي عند أي طولي أفايو وانتوالي با نمو نبنبي فلان كذا فقال له القوم وقت وانت ولا كسب القوم ان وانت ولا كسب وما بيام تقول ما احسنت ان كو افاني ان جمتا لبس او لبسهم نبي صلى الله عليه وسلم تم ابين غويو محتاجا اليها ني كمان اكوي فينزان اكوي تجيا ثم سأل تهو كشو جو ميو وعلمت انه جو انه ك لا يرد سائلا ويكاميا ويكارد زام ريكوماند اميا ويلو هذا ويكهر لي ريكوماند اميا شون منا سجوا بيتان ان با قران يرونغ ما فاما السائل امام رميا ينهم بيام تمي صلى الله عليه وسلم فلا تنهر ويلو هذا يعني مت اميا يعني اسكم باني اسمتو يبات بكم باشون تشاهيشل فقال ولف أما السائل فلا تنهر فأما السائل فلا تنهر أو فلا تقهر نعم فأما السائل فلا تنهر أما أمي أسم تويبات بمبالو قمبا فقال قاتل متولى رنغوا إني ومي والله سلبنا الله ما سألته لألبسها أنت مني أم تمين غويني بانجين جني بند إنما سألته وكام تبند تمين غويني لتكون كفاني إذا بدي جيك دي كفاني يانغو نيفا إكي مين دي يانغو يانغو نفينزو يبدي كفاني يانغو قال سهل سهل رنغا فكانت كفا أو كفا نونو بس يانغو يكاي مي كرين يبدي إكام يبدي كفاني رواه البخاري ولو هذا سنة أف أمي متمي صلى الله عليه وسلم يانغو يدي بدي كم يبدي كفاني ولا هذا بس عند كيما هو ولا هذا أصلاً من يوم نقول إسكيه وانغوما ناو ما ديس وانبا ما نبي يوكا ولا هذا أرنجيم بهوان كم سنة با سنتي سام تومين با ما نبي يوكا تومور الدين كم سنة ما نقول إني نحب نرفع إني دين كان زيها وكم سنة ما مين توام تومين ولا هذا يعني هذا استراتيجية كمان ده أيرمي أبا أنا أميم تومين نقول ikere kafani ya hapa enda hula ndo somba mama anabii kamtumore deni ajue kama yoko jahe.